كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله تعالى بعد بكرة شهر رمضان، فعاوزكم ترددوا معايا تقولوا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. قولوا معايا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وانتم طيبين. بعد دقائق بسيطة هتستلم الكرنيه، كرنيه بقيت محامي مكتوب فيه الأستاذ أو الأستاذة المحامية أو المحامي، يعني أنت بقيت زميل لينا محامي، عليك حقوق وليك واجبات، لازم تجيب قانون المحاماة وتعرف إيه اللي ليك واللي عليك، لازم تكون محافظ على لبسك وزيك، ده في نص في قانون المحاماة بيلزمك إنك تحافظ على الزي، تلبس لبس لائق بحيث اللي يشوفك ما يسألكش أنت محامي ولا مش محامي، يعرف إنك محامي. تروح على الجانب الآخر لمكتب محامي تتعلم، أنت درست حاجة دراسة نظرية غير الدراسة غير الواقع العملي، تروح مكتب محامي تتعلم وتتعلم عشان تشتغل محامي. مش عيب لما تسأل وتتعلم، ولما حد يسألك في قضية وانت لسه بتتعلم اديله فرصة وارجع للأستاذ اللي بتتعلم عنده، ما تجاوبش وبس، لأنه هياخد فكرة عنك انك مش هتبقى مش محامي، والفكرة اللي ياخدوها عنك الناس في الأول مش هتتغير أبدا. إلى جانب انك تتعلم وتقرأ في كتب القانون وتدخل المحكمة وتشوف الناس زمايلك بيترافع ازاي، المحامي وهو بيترافع في محكمة الجنايات بيقنع القاضي، بيشوف المحامي بيترافع ازاي، بيتناول القضية ازاي. انت بتسمع فيلم احيانا تحس ان الممثل ده اقنعك وتبكي معاه وتعيط معاه ان انت اقنعك بالدور، المحامي بيأدي دور، تمسك تجر القضية وتأدي دورك في القضية وتتعلم ازاي تتكلم. ايضا تتحلى بحسن الخلق، لازم يكون عندك أخلاق، لازم يكون عندك أمانة، عندك أمانة في التعامل مع زميلك، التعامل مع الموكل. الناس لو فقدت الثقة فيك من الأول استحالة ترجع لك الثقة تاني، يبقى تحافظ على زيك، تتعلم، تتحلى بحسن الخلق، يبقى عندك أمانة مع زميلك. الروب اللي انت لابسه ده لازم تحافظ على الروب، تحافظ عليه مش تكويه وتغسله، لا، تحافظ عليه انك لابس روب المحاماة، تحترم الروب اللي انت لابسه وتحترم زميلك اللي لابس روب المحاماة، لازم تحترم الروب نفس روب المحاماة. ولا أطيل عليكم الحديث، انت من النهاردة محامي زميل، محامي زميل، اتصرف انك محامي، رحت المحكمة دخلت الموظف امتنع عن عمله الورقة والقلم واكتب، دخلت الوكيل والنيابة الورقة وقلم واكتب، رحت الضابط بالورقة وقلم واكتب، إلا إذا هو امتنع عن العمل اكتب ورقة وقلم، إلا إذا هو تطاول عليك. اوعى تجينا عايط ابدا، اوعى تيجي انت مضروب مغلوب، لا، لو هو تعامل معاك امتنع عن اداء عمله في نص في القانون انه بيحاكمه في عزل من وظيفته ايا كان من هو الموظف، ورقة وقلم وقدم شكوى، لكن تطاول عليك ضربك اوعى تستنى ابدا لكرامتك ولا تهين نفسك، الروح ما بياخدهاش الا خالقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.